ورجعنا لكم من جديد، ومعايا زي ما انا قلت قبل الفاصل ضيفين من العار الثقيل جدا جدا اللي اثروا الكره المصريه وخاصه من الكره الاسكندرانيه. معايا برحب بالكابتن عرفه زهران. اهلا بيك يا استاذ محمد، ازيك كابتن عرفه؟ شرفنا حبيبي، منور ربنا يعزك الدنيا. ربنا يبارك فيك. كابتن مصطفى السيد مدرب حراس مرمى فريق الشباب، اهلا بيك كابتن اهلا مصطفى. بيك كابتن، اهلا بيك. نورتونا. وطبعا النهارده يعني بنقول اطلاله بسيطه كده على براعم حرس الحدود ونادي حرس الحدود. طبعا اسمحوا لي يعني اتمنى كل الدعاء للكابتن حليم لوصوله بالسلامه، لانه النهارده مسافر النهارده ان راح شاء الله عمره، راح دعواتك السعوديه معاه ان شاء الله لاداء العمره، فربنا يتقبل. وانا بقول لك ربنا على هوا ما يكرمك، تنسناش من الدعاء دعاء ان شاء الله. كابتن حليم. وايضا بهني الكابتن اسلام فتحي بعيد ميلاده النهارده، المدير الفني لفريق امبارح 2001 من المدربين المحترمين. احترم كل سنه وانت طيب يا كابتن اسلام. كابتن عرفه كده احكي لنا بقى، يعني انا عايز يعني زي ما بيقولوا بطاقه تعارف، لان في بعض ممكن يعني ما يكونش يعرف تاريخ كابتن عرفه، فيعني بطاقه تعارف سريعه للساده المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول احنا سعداء بحضرتك، الله وسعداء يخليك ان احنا موجودين مع حضرتك، وبنتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف على حضرتك وعلى الساده يا المشاهدين. رب يبارك لك. بداية أنا كلاعب كرة قدم لعبت في نادي دمنهور، وبعد كده نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده نادي دمياط في الدوري الممتاز، بعد كده رجعت نادي دمنهور تاني. مراحل التدريبية الحمد لله اشتغلت في عديد من الأندية، مسكت في الناشئين والشباب في نادي حرس الحدود، وعملت كمدير فني للأندية في الدرجة الأولى زي الكروم، اشتغلت فيها مدرب عام في الدوري الممتاز بيه، واشتغلت مسكت مدير فني نادي الضبعة، وأخيرا كمدير فني نادي الشرطة. عملت في السعودية حوالي 5 سنوات كمدير فني لنادي القارة السعودي ونادي طوق السعودي، حصلت على 3 بطولات هناك في السعودية بسم الله بفضل ما عز شاء الله. وجل. كنت بنافس على الصعود على مستوى المملكة مع فريق الشباب في نادي القارة السعودي، والحمد لله وصلنا لمراحل كويسة جدا جدا، وكنا عاملين حاجات كويسة جدا. في الفريق الأول في نادي القارة أخذنا بطولة، وكنا بننافس على الصعود للدرجة الثانية في نادي القارة. في النادي طويق أخدت بطولتين معاهم، وكنت ماشي في مراحل كويسة في الصعود، وصلنا لغاية آخر حاجة وخرجنا بأفضلية الهدف. نادي طويق كان مع نادي الزلفي، أندية كبيرة جدا جدا في المملكة يستاهلوا كل الخير. لما رجعنا هنا في نادي حرس الحدود مع كابتن حليم، كابتن حليم طبعا شهادتي انا مجروح يعني فيه انا كلنا بالذات، شهادتنا في لا يعني بصراحه مجروحة، يعني لأن إحنا كلنا بنحبه، مش الشخصيات بنشكر يعني المحترمة. كابتن حليم حاجه كبيره، قيمه وقامه بصفه عامه في كره القدم، وبصفه خاصه عندنا في اسكندريه على مستوى الاسكندريه عامه يعني، ومستوى خاص نادي حرس الحدود، لان تاريخ نادي حرس الحدود مرتبط بالكابتن حليم. طبعا فكابتن ابن حليم حاجه حرس كبيره كبيره بالنسبه لنا احنا كمدربين، هو يعني احنا اخوات، مش فعلا هي المعامله معاه اخويه منظومة جدا جدا كلها كبيره حب واحترام يعني، فوق ما وكان معاه تتخيل. الكابتن سامي قمصان لا ربنا كابتن يوفقه سامي طبعا، قمصان ده حاجة يعني تانية خالص يعني. كابتن سامي قمصان انا بشكره شكر من قطع النظير، ان بصراحه هم ادونا امل، سواء كابتن حليم او كابتن سامي قمصان ادونا امل في المدربين الشباب او الكوادر الشباب ان هي تطلع تشتغل كمدير فنيين، غيروا ملامح المدربين، عطوا ثقه لنا احنا كنفسنا احنا من جوانا ان احنا خلاص احنا دورنا جاي او احنا نجتهد. ضربوا مثل كبير جدا جدا في اعطاء كل ذي حق حقه، خصوصا الكابتن سامي قمصان والكابتن محمد حليم، عملوا توأمة كبيره جدا مع بعض، ونادي حرس وزرعوا الحدود روح طيبه بين المدربين وبين الاجهزه فوق ما تتخيل، انا بلمسه وخصوصا في ولامس نادي حرس الحاجات دي. الحدود. طبعا يمكن الكابتن مصطفى ما احنا روح كابتن ليه مصطفى باع طويل في الكلام ده، بعد ولكن حضرتك، احنا لكن برضو نادي حرس الحدود المنظومه كلها بتعمل تحت مظل نادي حرس الحدود. فعلا هي منظومة محترمة. بنوجه الشكر للي هو باسم لاختياره الكابتن سامي قمصان في البدايات خالص مع طبعا. الكابتن محمد حليم، طبعا. ونوجه له الشكر مرة تانية ان الكابتن حليم قاد المنظومة، الراجل صائب جدا في قراراته، ليه لا معايير واسس، وشفافية ما انا واحترام بقول لك ليه معايير واسس معينة يسودها العمل الناجح فقط لا غير، فعلا. انما الحاجات اللي احنا بنسمعها بره او بنشوفها بره تعار تماما. احنا نادي فيه، وحضرتك لمست الموضوع ده طبعا قبل كده، طبعا طبعا نادي فيه شفافيه جدا لا فوق لا ما لا طبعا تتخيل، نادي حرس الحدود الحمد نادي لله محترم ماشيين بصفه منتظمه سواء في قطاع الشباب والناشئين او في قطاع البراعم، الحمد فعلا. لله رب واحنا العالمين. هنرجع للبراعم، بس هنرحب اكيد طبعا اكيد طبعا بالكابتن اكيد. مصطفى السيد مدرب حراس المرمى، اهلا بيك. وبرده اطلاله سريعه كده برده للساده المشاهدين
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا سعداء ان مع حضرتك. انا سعيد بيكم. شرف بالبرنامج. وبدايتي زي معظم لعيبه مصر في الانديه الشعبيه، لعبت في نادي شعبي عندنا في منطقتي وادي القمر، نادي الملاحات، وبلعبوا دوري منطقه مع نادي الاولمبي. كابتن محمد الكاس الكبير شافني قال لهم انا عايز الحارس، الحارس ده عايزه. لعبت في الاولمبي في مراحل الناشئين، وبعد كده مشيت من نادي، رحت لعبت في نادي الترام وسيتيا، ورجعت الاولمبي تاني فريق اول. وبعد كده لعبت سنه في الحرس، سنتين في كروم جينيكس، ولعبت سنتين في سيتيا. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن. كابتن عرفه كده يعني برضو كل من يعمل في قطاع البراعم حرس الحدود له حق علينا ان احنا نقول النهارده التشكيل بتاع يعني المجموعه والاجهزه اللي مع حضرتك في قطاع البراعم. والله قطاع البراعم عندنا بيضم كوادر كويسه جدا جدا من المدربين. بشكر الناس اللي كانت موجوده قبل مننا، لان برضو من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فاحنا بنشكر كل واحد اشتغل في نادي حرس الحدود كان له بصمه او خبره للناشئ او للبراعم. تشكيله البراعم احنا عندنا المدربين الحمد لله فضل الله عز وجل، مدربين كويسين جدا جدا على مستوى كويس ومستوى فني كويس ومستوى سلوكي كويس. كان بدايتنا كان في 2007 كان الكابتن اشرف، وبعد كده جبنا الكابتن حسن الوكيل في 2007. 2008 الكابتن هيثم يونس، 2009 الكابتن عماد حمدي، 2010 لوحدهم الكابتن رائد منسي وما شاء الله عليه تبارك الله عليه، و2011 الكابتن هاني ابو غالي. الكابتن رائد كان مدرب عام في 2001 موجود وما زال موجود. يعني احنا بنستفاد بخبراته تحت في تحت, تحت يعني هو موجود. انا قلت مش ولا عامل 2012 كمان يعني ما يعني يعتبر احنا النادي المميز في بدايه المراحل في سن البراعم. يعني احنا الى الان ما فيش في اسكندريه مواليد 11 في نادي، لا احنا عاملين 11 و12 في بطوله الصيد اللي هتقام. انا لسه جاي لحضرتك لسه جاي لحضرتك. يعني احنا بنشكر برضو القائمين اللي على دوله نادي الصيد، لان هم اتاحوا للناس انها تشترك بصفه كويسة وبصفة دورية انه اختاروا اندية الدوري الممتاز واندية الدرجة الاولى. لا هو مش كلهم اندية الدوري الممتاز، انا بقول لك يعني في القومي وفي اندية في بس اندية بس استاذ محمد انت لو جيت يعني لو جيت بصيت للدورة بتدي دوافع كبيرة جدا جدا انت توصل. خلي بالك الدورة دي السنة دي هتبقى في نادي الصيد على مسؤوليتي انا، يعني انا ده استنتاجي فيما بعد بالمشاركة مع زد لأول موسم. ايوه السنة الجاية هتبقى زد وهتجيب أندية أوروبية كمان. لا هو كمان وهتسحب البساط من دورة نادي الصيد. بص يا استاذ محمد أي عمل ناجح أنت بتجتهد إليه ربنا عز وجل بيوفقك فيه. فالناس دي اجتهدوا وتعبوا عشان عاملين منظومة محترمة جدا جدا عشان يجيبوا الناس دي كلها يعني تحت وأسماء كبيرة مدربين كمان وسام عبد الله والافتتاح كان في الافتتاح يعني قرعة أمم أفريقيا. لا الافتتاح الافتتاح كان في وزير الشباب والرياضة طبعا محمد كابتن فاضل والكابتن متعب وكل نجوم مصر. يعني نخبة من 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 نجوم مصر متواجدين في افتتاح دورة زي ديت. يبقى دي زي أهمية وتقل كبير بيدي إتاحة للبراعم إنه كل يعني برضو بوجه كلمة لمدربين البراعم. مدرب بالذات لازما يكون عنده ضمير. لازما يكون عنده ضمير، واللاعب اللي قدامك ده أمانة. لازم. اخلص 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 ضميرك. بلاش نحب ونكره. وبلاش اصل في عوامل كتيره. لما جينا حطينا بوزيشن انا والكابتن حليم سواء في قطاع الناشئين او الشباب او البراعم بصفه خاصه يعني قلنا احنا ندي الناس كلها فرص عشان ما نحجرش على الولد او البرعم عشان يبقى عنده حريه الابتكار والابداع. انت ما تحكرش عليه، سيبه يبدع. اللاعب ما هو الا فكره، اديله عشان يقدر يطلعها. اخد من كلامك وهنكمل تاني مع البرام عشان الكابتن مصطفى خلي بالك شاطر جدا. لا كابتن عرفه لا لكن استاذ محمد ربنا يحفظك. عايزين بقى يا كابتن مصطفى حارس المرمى في الوقت الحالي انا مش شايف مواهب، هل هو صناع ولا انت شايف ان حارس المرمى موهبه دلوقتي؟ لا مش كله، في صناع في كده وفي كده في الوقت يعني في موهبه في موهبه في مواهب كتير في مصر بس القله في مدربين حراس المرمى. للاسف بيبقى مدرب حراس مرمى ما لعبش وفقد الشيء اللي يعطيه. انا طالما انا حارس مرمى ولعبت ومارست وبحس بالمكان
هنقل الخبرات بتاعتي للحارس. لكن انا رايح جاي في مجال الكوره عادي، خلاص انا بقيت مدرب حراس وخدت كام دوره بقيت مدرب حراس، ما ينفعش، لازم احس بالمكان. بالظبط، لازم احس بالمكان ادي للحارس. لازم الحارس يبقى بيحب اللعبه، لازم الحارس بيحب المدرب عشان يجي التمرين، حتى والمدرب يعمل معاه ايه، لازم الحارس يحب المدرب. يعني خلي بالك برضو، يعني انا في الفتره المواسم اللي عدت والموسم ده كمان، يعني انا ما بشوفش حارس مرمى في من قطاع الناشئين الصاعد. يعني انا لسه قايل في الاخبار تصعيد حارس مرمى 2001 بلاد المول العرب للفريق الاول، وتم عمل عقد من خلال 3 ايام ليه. هل في عندكم حراس مبشره بالخير؟ تم التعاقد. انا السنه اللي فاتت كنت ماسك فرقه 7. طب قول اساميهم. تم التعاقد كده. انا كنت السنه اللي فاتت ماسك فرقه 97 وجبت كريم عماد من نادي سموحه، عشان انا اشتغلت في نادي سموحه 14 سنه في نادي سموحه. جبت السنه اللي فاتت كريم عماد وتصعد الفريق الاول، وهو اعار السنه دي الماليه كفر زيه ومقيد في النادي فريق اول. وخام مبشره وحارس ممتاز كريم عماد. السنه دي في علي مجدي ومحمود عايد الاثنين 99 اثنين هايلين. في 2001 اربع حراس مرمى احسن من بعض. في عبد الله شرابي وفي محمد عطيه، الاثنين دول موجودين. في عندي كان في عندنا مروان سيد وفي عبد الله السقا. يعني الكابتن طارق العشري بيجي يشوف ماتشات الشباب كده. مروان وعبد الله دول مواهب جامده جدا، بس مروان دخل طب ما جاش. عبد الله السقا دخل حربيه ما جاش. في ضمينا حارس جديد اسمه راشد مع محمد عطيه وعبد الله شرابي، ده حارس ممتاز. فال 2001 فيها حراس مبشره، وانا بحيي الكابتن هشام عبد الفتاح مدرب ال 2001 حراس، ده راجل محترم وبصمته ظاهرة على الحراس. عندي في 2003 كابتن إكرامي، ده مدرب حراس مرمى ولعب في الحرس، وعنده برضو عاصم وإسلام محمد وإسلام محسن، دول الممتازين. لا أنا بقول يعني النهاردة كارترون بيروح الإنتاج الحربي، في فيلر بيروح يتفرج على الشباب، كابتن عابد النحاس في نادي المقاولين. أيوة أيوة أيوة. طب هل كابتن طارق العشري يبقى متواجد في ماتشات الشباب؟ الكابتن طارق العشري له ظروف خاصه، ان مثلا ان الفرقه عموما خاصه، يعني انتوا عندكم وسط الفريق الاول. احنا الفريق الاول كابتن محمد حليم، الفريق الاول قاعد في القاهره. لا بس احنا عندنا فرصه كابتن مصطفى. انا عارف ان الكابتن حليم متابع. الكابتن حليم متواجد دايما. بص يا استاذ محمد، الكابتن حليم يعني هو العين بتاعت الكابتن طارق. بحكم ان هو راس قطاع الناشئين مدرب العام. كلام يعني كلام تقيل وكلام محترم. طبعا. بدليل ان قطاع الناشئين، قطاع الناشئين بتاعنا ده حرس الحدود ولد. لان عين الكابتن حليم بفريق ناشئ. بالظبط. بدليل على كده ان في اربعه من قطاع الناشئين بيلعبوا فوق في الدرجه الاولى. واحد زي العيب. حامد، ايوه واحد زي انا طبعا لعيب، واحد زي حامد وعزت. واحد زي محمد عزت، واحد زي عيد وبلال، واحد زي بلال. الاربعه فوق رسمي. في كمان في ال 2001 في ال 2001 في مروان عمرو، في النجيلي، حاجات مبشره بالخير بنشكر عليها قطاع الناشئين، مدربين قطاع الناشئين. انا مش عايز اذكر اسماء، لكن الكابتن مصطفى ذكر. يعني كابتن بدران مسك 99 طلع الاربعه، كابتن اسلام فتحي مسك 2001، 2003 كابتن شريف العنتبي، 2004 كابتن محمد العدال، 2005 كابتن محمد حسن، 2006 كابتن احمد عبد اللطيف، ثم احنا بنلاقيهم في جهاز قطاع البراعم. احنا كلنا بنساعد بعض. بالظبط. الكابتن مصطفى من احترامه الشديد وحبه لاخواته هناك، إذا ده اللي يدل على منظومة نادي حرس الحدود. لا طبعاً طبعاً. اللي بيقودها النظام والالتزام والاحترام والتفاني في العمل، مفيش فرق بين الكابتن مصطفى والكابتن إكرامي والكابتن طبعاً، كلهم منظومة محترمة. كلنا منظومة واحدة. وخلي بالك أنا في حارس 2005 جاني من أبو حمص اسمه محمد، ده أنا قلت الكابتن حليم الحارس ده كذا 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 كذا، قال لي يا كابتن أنت شايفه كويس أيده. ما ده الثقة. ما قاليش بقى لا استنى أشوف. كلنا لا في حتى مدربه وعارف كابتن اكرامي قال لي طالما كويس كابتن يتايد. يعني ما احنا كلها اسره. احنا كمان ساعات يعني مثلا ايه كابتن مصطفى لو سمحت تعالوا بصي على الفرقه بتاعتي. بالظبط كده. ممكن انا ما اكونش شايف حاجه هو يشوفها. بالظبط. ممكن انا استاذ محمد مثلا ماشي كده جاب لنا واحد كابتن مصطفى معلش انا معايا فرقه شوفوا، واحنا كنا نبص على فرقه بعض. انت عارف يا كابتن عرفه انا بيفكرني يعني موضوع حراس المرمى اللي تعالى بص وشوف دي،
يعني اول سنه كان يمسك ده مش في حراسه المرمى ده انا لا ده انا عايز اقول لك خاصه كمان عشان كابتن مصطفى معانا فخلينا نتكلم على حراسه المرمى. اول سنه كان يمسك الكابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين كان يجيب مين بقى؟ القيمة الكبيرة الكابتن حسن مختار رحمة الله عليه أيوه. المشرف العام أيوه. على المدربة وحراسة المرمى. تخيل بقى أنت كابتن لما تشوف القيمة الكبيرة ديت تيجي تقف قدام ولد صغير أو واحد أو 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 لاعب كرة لسه مبتدئ يكون مثلا معاك كابتن مصطفى أو الكابتن هشام. أه شفت القيمة بتاع حضرتك ديت أنت بتتكلم عليها؟ وعاد التجربة برضه عشان ما يعني إحقاقا للحق كابتن علاء نبيل كان جايب الكابتن القيمة الكبيرة برامج رياض. الكابتن يعني انا عايز زكي عبد الفتاح المركز كان مدرب منتخب مصر طبعا كان بيروح يتفرج على مدربين البراعم طبعا في طبعا كابتن زكي طبعا كابتن احنا كنا يعني انا عايز اوصل ايه يا كابتن مصطفى اهم مركز ايوه طبعا اهم مركز حساس له مواصفات خاصة اه طبعا طبعا قيادي ولازم يكون صاحب شخصيه قويه. كابتن مصطفى كان من ضمن الحراس اللي يتعدى على صباح لا طبعا كابتن مصطفى يعني ومدرب شاطر كان لا لا حاجه مدرب شاطر حاجه محترمه وحاجه حلوه يعني هو كان حارس عملاق ومدرب عملاق بقى ده حقيقه امانه لا هو السمات اللي حضرتك بتقولها دي عجباني جدا 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 اللي هو مظلوم وانا بقولها مصطفى شوير موهوب 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 جدا وشخصية ومحترم مؤدب وقيادي ومؤدب بصراحة لأن أنا 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 اقترن اسم الكابتن أحمد شوبير دي فالبعض هي دي اللي ظلمته البعيد عن المنظومة كمان بالظبط يقول لك ده ابن كابتن أحمد شوبير أيوه ده هو اللي وصله هو يعني اللي عمله لا من لا أفضل حراس مرمى مصر يا كابتن مصر أنا 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 اشتغلت في السن المرحلة أنا اشتغلت مع سموحة 14 موسم منهم خمسة كل سنة أقابل فيها مصطفى شوبير سواء في ال 2000 او في ال 99 او في ال 97 والراجل بيلعب ومستواه ثابت مش حكايه فعلا. بقى والده مش والده لا هو دي موهبه هو ده بقى الحارس اللي هو ايه في بعض الناس اعداء النجاح بالظبط كده دي بس اصحاب النفوس المريضه انت قلت لحضرتك اصحاب النفوس المريضه انت قلت لحضرتك المدرب اللي بيحب يقرا ايوه لا ما ممكن انا عشان كنت مصطفى مشهور شويه وليه ابن لا يا عمي يعني انا بالناس دي كل الناس الاخوه انا كان معايا في كان معايا في حلقه احمد نادر السيد ابن الكابتن نادر السيد أيوة. يعني انت عارف انا كنت بطلع منه الكلام بالعافيه من يعني خلي بالك من احترامه مؤدب جدا يعني انت بالظبط بتحاول تخرج منه اي كلمه بالظبط لكن في حراسه المرمى وحش يعني احمد نادر السيد برضو حارس مرمى مستقبل نادي الزمالك واعد صح بامانه صح زي ما قلنا يعني انا يعني استحضرني ان احنا قلنا كابتن احمد شوبير مصطفى شوبير ايوه استحضرني برضو في الذاكره أيوة احمد نادر السيد برضو من الحراس الموهوبه جدا وملتزم جدا هو للاسف بقى اتظلم اعلاميا بلد عشان والده فلان وابن الكابتن طارق سليمان حارس ممتاز برضو طبعا طبعا احمد برضو كويس وماشي كويس في النادي الاهلي ما تيجي نروح للجداول كده لو نحب نقول الجداول والنتائج كده ما بلاش انت قلت بلاش لا احنا هناخد اول اربع فرق كده يعني انت معاك النتائج والكابتن هتتكلم على مين الكابتن هيتكلم معاك جداول كلها الترتيب كابتن عارف هيقول عايز اتكلم على ايه 99 هتقول النتائج والكابتن يقول الجداول الترتيب ما بلاش قول النتائج انت وهو يقول الترتيب هناخد اول اربع فرق الجوله 20 ماشي طلع الجيش و احنا ما عندناش غير 99 و2001 ما هو 99 انا بتكلم على 99 يعني احنا بنقوله مثلا 99 دولت فريق اول طبعا طبعا دوري قوي دوري بيفرز لعيبه المفروض يعني مدربين الدرجه الاولى ينزلوا يتفرجوا تحت او مش عايز اقول 99 كمان عايز ينزل 2003 مش 2001 لان ده اللي هينفعني فوق ده مستقبلي فوق معانا دوري الجمهوريه مواليد 99 الجوله ال 20 عندك طلاع على الجيش كسب المقاولين العرب 1-0 في الدقيقه الاخيره من الوقت الضايع عندك بيراميدز كسبت المصري 2-0 الاسماعيلي كسب حرس الحدود 2-0 خلي بالك احنا عندنا نقص في ال 99 كان في اربع لعيبه من 2004 بيلعبوا في ال 99 وثلاثه انذار تاني ما انا بقول اهو كان في اربعه الماتش يعني ده لعب 2004 يعني بص يا كابتن محمد احنا يعني الميزه عندنا ان احنا تملي بنبص على تحت وده صفه ربنا عايزها خلي بالك وارد ان الخساره والمكسب وارد الترتيب يبقى سيء وارد بص يا محمد انا هقول لحضرتك حاجه في احنا عندنا في يعني مثلا في نادي المقاولين عندنا مثلا انا اسمح لي اقول عندنا لان انا بنتمي لمنظومه نادي المقاولين العرب يعني احنا عندنا خمس لعيبه اثروا جدا في مستوى الفرقه ميرا وعمرو ناصر واسلام اشرف و لازم اثروا لازم والله ما يعني انا اقصد ان في مجموعه لعيبه اتنقلوا
وعماد وعبد الرحمن عماد، ثلاثه راحوا انبي وميرا في دجله، هم الكيان، هم الهيكل بتاع الفرقه. كل مدرب بيجي، فلا لما لاعب يغيب لاعب يبقى مؤثر في فرقه، بيغيب لاعب واحد بيأثر على الفرقه، فما بالك من اربع لعيبه. هو في كمان يعني بعد اذن كابتن عرفه، كابتن حليم قال لنا كلمه كويسه، قال لك انت انا ما تهمنيش النتيجه، طلع لي لاعب، انا طلع لي لاعب بالظبط، في لاعب طلعته لي فوق النتيجه دي على جنب. عشان كده احنا بنقول هو ده نجاح، في اي قطاع هو تصعيد دايما. احنا مطلعين محمد تدعيم الناشئين، محمد عزت طبعا، ومطلعين حامد ده نجاح، مطلعين بلال، كلها محمد. بص كابتن مصطفى، كلنا بنتفق انها كلها بطولات زائده بالظبط، وفي لسه نجاح القطاع بيتقاس بان انا اطلع، هو ده نجاح القطاع. في ناس للاسف بتجيب لعيبه وبتكسب، انا حتى كمان بقول لهم في يا جماعه لو اتشغلت في الدرجه الاولى تبقى سهله جدا، انما قطاع البراعم مش المشكله انت تجيب لي بطوله تيك 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 تيك، لا انا عايز اعلم اللاعب كويس عشان لما يجي يلعب لي 11 يكون عنده خلفيه ال 11 بالظبط. لذلك احنا كابتن خصصنا يوم واحد بس لفرقه ال 2007 ان انت تتمرن 11. أيوة. ودي ما حصلتش عندنا في نادي حرس الحدود قبل كده. ان احنا خصصنا فرقه قطاع البراعم اول مره تحصل. مشكور الكابتن حليم جاهدا مع العميد عبد العطيه جاهدين ان هم وفروا ملعب لفرقه ال 2007 يقدروا يشتغلوا على 11 عشان الولد لما يطلع من تحت لقطاع الناشئين يبقى عنده ابعاد الملعب الكبير. ما هو خلاص بقى، ما هو اللي هو اللي جاي، هو اللي جاي 2006 يعني، هو خلاص كان الاول دي اول موسم يعني، هو كان الاول بيدوس، هو اللي جاي بعده على طول، كان الاول بيدوس في مساحات صغيره، دلوقتي بيحط رجليه في مساحات كبيره. في حاجه كمان عاملها عجباني جدا، عاملها وادي دجله بيجبر الناشئين تلعب زي الفريق. اسمعنا يا كابتن مصطفى عشان نكمل الجدول. 99 يلا كابتن مصطفى، وقفنا عند الاسماعيلي. الاسماعيلي الحرس الاسماعيلي كسب 2-0. الكابتن مصطفى قول الترتيب، اتفضل اتفضل كابتن عارف. اف سي مصر 3-0، سموحه 5-1، نزل لي الجدول على الشاشه. ام بي 2 مصر مقصه 0، الزمالك 1 وادي دجله 0، الاهلي 3 الاتحاد السكندري 0. يلا الترتيب، ترتيب 99 هناخد اول اربع فرق مع الكابتن مصطفى. النادي الاهلي في المقدمه 47 نقطه، طلائع الجيش 41، ام بي 40، الاسماعيلي 39. طيب ده 99، خش على 2001 النتائج يا كابتن. عرف 2001 معانا برضه على الشاشه. الاهلي المصري 4-0 الاهلي، وادي دجله اف سي مصر 0-0، ام بي حرس الحدود 2-1. وبمناسبه ام بي وحرس الحدود، في اول 40 ثانيه ينطرد مننا لاعب، في اخر دقيقه ده حسب بلن، حسب بلن لنادي انبي. هي كل مباراه ولا ظروف. انا بص يا كابتن يعني احنا مش عايزين نبرر، احنا مش جايين نبرر، مش تبرير. انا عايز اقول، انا عايز الحكم لما يجي ينزل. بص يا كابتن عرفة، كل الانديه كل الانديه بتقول لا 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 الموضوع مش كده. طب انا عايز اقول لك حاجه، في مباراه الزمالك 2001 المفروض ان انا النهارده بكل من يدخل الملعب لازم يكون في السكور يا كابتن. احنا انا بنلاقي نادي الزمالك كله داخل ملعب الزمالك. اسلام فتحي على فكره من الشخصيات المحترمه جدا، ما بسمعش صوت. يلا نقول نكمل الجدول عشان الوقت حاجه صعبه. الاسماعيلي والانتاج 1-0 الاسماعيلي، مصر المقصه الجونه 3-0 مصر المقصه، المقاولين العرب 1-1 الاتحاد السكندري، بيراميدز 0-1 الزمالك، طلع الجيش 0-1 سموحه. يلا الترتيب، ترتيب نادي الزمالك الاول 54 نقطه، مصر المقصه 47، ام بي 46، الاهلي 44. انا عايز اقول كلمه بس، انا يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله على وعد من الكابتن حليم ان كاميرا رياضه صوت الناشئين هتكون يوم كامل مع البراعم، مع الكابتن عرفه، وهنتكلم طبعا اون سبورت لازم تيجي، احنا بنقول على صوت الناشئين. لا ان شاء الله، فاحنا على وعد لما يجي من العمره ان شاء الله هيبقى معانا لقاء مطول مع البراعم، وهيكون معانا لقاء مطول مع فرق الشباب 99 و2001. شرفنا، انا سعدت بيكم جدا يا كابتن عرفه، وبشكرك على حضورك كابتن مصطفى. ربنا يخليك يا استاذ محمد، مع تمنياتي دايما بالنجاح لقطاع الناشئين وفريق حرس الحدود. وحضرة السادة المشاهدين، يعني الوقت بيجري معاكم بسرعة، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11، انتظرونا والإعادة في تمام الساعة 6 مساء. دمتم في أمان الله.